مقاديرنا على الشاشه. غدوه سريعه بتقولي ان احنا معانا ايه؟ سوسيس حلقات، معانا كمان بطاطس اللي هي البيبي اللي هي اللي بنستخدمها للحشو، او في كمان بيبقى اصغر منها، ناس كتير بتجيبها وانا واحده من الناس وامي برضو واحده من الناس بنجيبها، بنبدا ان احنا نسلقها ونهرسها او نسلقها ونقطعها بالشكل ده كده ونحمرها بالقشره بتاعتها عادي، بنكون غاسلينها كويس. طيب معايا ايه تاني؟ بصل جوليان، فلفل الوان جوليان، معايا فلفل حامي ولو مش عايزاه ما تحطهوش، وعشان خاطر عيون حمدي هنشيله. معانا ايه كمان؟ كزبره ناشفه وزعتر وبابريكا وملح وفلفل اسود. اكتر من كده مش عايزه. هاخد اول حاجه ايه؟ هاخد دلوقتي البصلايه كده مقطعينها بالشكل ده، وهروح مدبلاها بملح وفلفل اسود، وهنبدا ان احنا نحط السوائل. السوائل دي هتكون عباره عن ايه؟ معلقتين ثلاثه كده دبس رمان على معلقتين ثلاثه صلصه طماطم. هبدا ان انا ادوبهم في كوبايتين من الميه او كوبايه، واسقي بيهم الخليط ده كله، واروح مغطياها فويل وحطها في الفرن. كده الوصفه عندي خلصت وتمام جدا. بصوا، دبلت البصل بملح وفلفل اسود، بابريكا، شوية زعتر حلوين كده هيعلوا التيست خالص بتاع الوصفة، حبة كزبرة ناشفة يا سيدي عليهم مع الملح والفلفل الاسود اللي احنا حطيناه، نقلوا الموضوع لحتة تانية خالص. ابدأ ان انا اعمل كده، اقلب ده كله مع بعضه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. والريحة بتاعت الزعتر مع التوابل البسيطة اللي احنا حطيناها حلوة قوي. احط البطاطس واقلب ده كله مع بعض. شايفين الشكل؟ عايزة تعمليها اصلا كده من غير ما تحطي معاها سوسيس هتبقى حلوة جدا. اسقيها برضو بمعلقتين دبس الرمان مع معلقتين الصلصة في كوباية مية او كوبايتين، وسيبها تستوي في الفرن، هتطلع معاكي في منتهى الجمال بالشكل ده كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ارجع بعد كده اروح ماسكه السوسيس حطاهم معاه. وده كله يتقلب كده مع بعضه، ونروح حاطينهم في بايركس او صينيه ألمونيا، صينيه تيفال اللي موجود عندك. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. البايركس بتاعنا جاهز، الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200. بسم الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الكمية؟ لو عايزة تعمليها في بايركس أكبر من كده ما عنديش أي مشكلة بالشكل الحلو ده. شايفين المنظر؟ فاضل ايه دلوقتي؟ عايزه اقول لكم ريحه الزعتر مع ريحه الملح والفلفل الاسود وشويه الكزبره اللي احنا حاطينهم مع البصل والمكونات اللي احنا حاطينها، الريحه تحفه. عايزه تحطي فلفل سبايسي معاها ما عنديش اي مشكله، مش هتقول لك لا. فاضل عندي دلوقتي ايه؟ اخر مرحله، دبس الرمان، صلصه الطماطم، يتقلبوا في ميه مغليه ويتسقي بيهم الجمال ده كله، ويتقفل فويل ويتحط في الفرن. ادي الصلصه مع دبس الرمان. هحط لهم بقى ايه دلوقتي؟ هحط له شويه ملح وفلفل اسود اللي هو الحياء بتاعنا. رشه الملح والفلفل الاسود اللي انا حطيتهم في الاول دول ده يا دوب بس كده عشان ادبل بيهم البصل، لكن دلوقتي اهو كده ده الملح بتاعنا، حبه الفلفل الاسود، اقلب الحلو ده كله مع بعضه، وابدا ان انا اسقي بيه الطاجن بتاعنا. بسم الله. عايزه اقول لكم هتاخدوا وصفه ما شاء الله، اللهم بارك. نقدمها بقى جنب ايه؟ جنب حبه رز كده بسمتي. عايزه حبه رز ابيض عندك؟ عندك اصلا من امبارح حبه رز بايتين كده ومش عارفه تعملي بيهم ايه، تحطيهم في مصفى وتسخنيهم على البخار
وتحطي هما بعد ما يسخنوا على البخار كده حته زبده او حته سمنه حلوه كده وتحطيها على الوش تفلفل كده وهتبقى في منتهى الجمال اكنك لسه عاملاه جنب الحبه الخضار بتوعنا دول صحتين وعافيه على قلبكم. خدت وقت؟ ما خدتش وقت خالص. الوقت اللي هتاخديه الوحيد اللي هو هتقطعي فيه الحاجه اللي هتقطعي فيه الفلفل والبصل والكلام ده كله، مش عايزه تعمليهم جوليان وعايزه تعمليهم مفروم خشن حطي في الكبه. مش بص احنا ما خدناش فيها اصلا 10 دقايق، لو في الكبه كله ورا بعضه هتلاقيها خلصت معاكي على طول. اسرع غدوه ممكن تعمليها، الفرن شغال نحطها في الفرن تستوي، تكوني حضرتك بقى لو ما عندكيش الرز تكوني هتعمليه على ما تعمليه ويخلص، لو مع حبه سلطه مش عايزه سلطه ما فيهاش اي مشكله، الخضار بتاعنا متحبش حلو قوي فممكن ما يحتاجش اصلا السلطه، ترجعي بعد كده تقدميه، عايز تقدميها مع عيش زي ما انت عايزه. غدوه سريعه في منتهى الجمال مغذيه جدا وهتطلع من ايدك زي الفل ان شاء الله. ويمين الحاسب عليه، انا من اول ما فتحت الفرن والريحه بتاعت الصينيه طالعه في وشي ما شاء الله عليها. بسم الله. بصي هعمل كده عشان هغطيها تاني. ادي الصوص اللي احنا سقينا بيه اللي كان عباره عن ايه؟ عباره عن دبس الرمان وكان عباره عن صلصه طماطم وميه مغليه. اهي حطينا لها ملح وفلفل اسود وظبطنا الحياء بتاعها وسقينا بيه. مغطيينها فويل وهنسيبها كده لاخر الحلقه عشان كل ده يدوب ويستوي معانا زي الفل. بصي كده يا حمدي على الجمال والبقبقه والغليان. يا الله. بصوا تحسوا ان انتوا عايزين تدخلوا جوه الفرن تاكلوا الصينيه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طبعا انا فكيت بس الفويل من عليه علشان ياخد لون، بس هو المفروض ان هو يتحط يفضل الفويل محطوط عليه علشان البطاطس وكل الخضار بتاعنا ده. انا هقفل الشوايه اهو، هسيبه تحت بس علشان يستوي معانا.